اخويا برضو، اخويا وصديقي وصاحبي والداعم، واللي دايما برضو بستشيره في حاجات كتيره، واللي دايما بنفضل نتكلم بالساعات كده، بناخد راي بعض في حاجات، اللي ما انساش وقفته معايا دايما. كابتن احمد، يا صباح الفل. حبيبي الغالي، منور الدنيا، ايه الجمال ده، والف مبروك عليك، والف مبروك على كل مقدمي برامج الصحة والجمال، وكل الموظفين وكل العاملين وإدارة القناة، حاجة تفرح وحاجة تشرف بجد. الف الف مبروك على الجهد الجميل والمنظر اللائق بقناة الصحة والجمال اللي ظهر بيه النهارده يا استاذ محمد. الله يخليك يا كابتن احمد. كلام يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انت من كتر الناس اللي عماله تزق في الواحد، يلا نعمل، يلا سوي، ايه رايك، ايه رايك، احييك. ودي ده شهادة حقك، لازم شهادة اديهولك. لا شهادة حق يا أستاذ محمد، أنت من الشباب بصراحة بجد المحترم اللي صاحب مبدأ وعنده مبدأ في شغله وشايف مصالحه كويس قوي، وأكيد ربنا هيديلك أكتر وأكتر، وده إن شاء الله عهدنا معاك إن أنت أقوال وأفعال لا أقوال. حبيبي يا كابتن احمد، المهم انت عامل ايه في الكورونا؟ الكورونا انا ملتزم بالحظر، يا ريت شعب مصر بقى يلتزم معانا بالحظر والله يا استاذ محمد. طيب برضه، بس انت كحد بيقدم برنامج، ما انت مستثنى شويه برضه، ما تهربش من جماهيرك كده، عايزينك. انا النهارده بجد لازم اقدم رساله لشعب مصر يا استاذ محمد، اسمح اتفضل لي بس في دقيقه. اتفضل. انا لازم نفتخر ان احنا عندنا رئيس بحجم وقيمه حقيقي السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهوريه مصر العربيه. حقيقي النهارده مصر بقالها اليد الطوله، مش داخل مصر بس، لا في العالم كله، الحمد لله الخريطه بتتغير وبتثبت الايام ان اما السيد الرئيس قال لنا ان احنا هنبقى قد الدنيا، الايام بتثبت للعالم كله ان مصر ان شاء الله بعد الرسائل الطمأنينه من الاب الحنون المحترم اللي بيحب شعبه، طمنا النهارده وادانا رسائل كتير قوي 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 النهارده. حقيقي. انا مش عارف بجد اقول للراجل ده ايه، احنا لو اتكلمنا في حق رئيس الجمهوريه النهارده مش هنقدر نوفي حقه، ولكن الحمد لله اللي احنا عندنا جيش محترم، شرطه على قدر المسؤوليه، الجيش الابيض اللي ظهر لنا فجاه، حقيقي. وزاره الصحه حاجه ولا اروع، لا محدش بيدخر جهد في خدمه شعب مصر، وان شاء الله بامر الله هي غمه وهتروح زي ما بيقولوا، يعني ان شاء الله بامر الله بتكاتف الشعب. ولكن ليه رساله لشعب مصر، يا ريت نلتزم واجلس في بيتك عشان نعدي الازمه دي. هتعدى يا كابتن احمد، وانا احيي وزاره الصحه النهارده ان هي اعلنت ان اي حد بيبعت اي استفسار او اي سؤال او اي حاجه محتاجها يعرف ايه الوضع فيها، بيتم الرد عليها فوري فوري فوري. الحمد لله ازمه انا وهتعدى يا النهارده كابتن احمد، وان شاء الله باذن الله احنا كرئاسه وحكومه وجيش وشرطه والجيش الابيض، الاطباء تمام وزاره الصحه، احييهم باذلين جهد خارق وغير عادي، هنعدي الازمه دي واحنا معاهم، والشعب المصري معظمه واقفه بجد عشان الازمه تعدي. وصباح الفل عليك يا كابتن احمد. قبل ما اختم يا استاذ محمد، انا معاك، لازم برضو بعد اذنك اديني بقى فرصتي بقى النهارده اطلاله جميله للصحه والجمال، فلازم اخد اتفضل فرصتي. يعني اتفضل. انا النهارده بفتخر بحاجتين، بفتخر ان انا جندي من جنود شعب مصر تحت قياده الرئيس السيد الرئيس عبد الحكيم الفتاح السيسي. المحترم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وكمان بفتخر ان انا عضو من اعضاء وكاله جو ميديا اللي حضرتك يعني بنتشرف كلنا ان انت رئيس مجلس اداره جو ميديا، وقدرت توصلنا للمستوى ده، فانا واحد من الناس بعلن على الهوا دلوقتي، انا فخور جدا 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 ان انا مصري، وفخور جدا 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 ان انا بعمل تحت قياده جو ميديا. ربنا يخليك كابتن احمد، انت اضافه لاي مكان واضافه لاي حد، ده شيء يشرفني وده شيء يسعدني ان انت تكون من ضمن وكاله جو ميديا. بس